السلام عليكم ورحمة الله، معكم الأخ عبد اللطيف من مدينة ايت ملول. أنا تنعرض هاد الفيلا كما تشوفوا قدامكم، تنعرضها للبيع بصومة البيع ديالها 100 درهم. يعني 100 درهم باش تبيعها؟ نعم سيدي، 100 درهم. يعني كاين اللي ما غيصدقش كيفاش هاد القضية ديال 100 درهم، كاين اللي ما يصدقش أنه غيشري فيلا ب 100 درهم. هو 100، انا 100 درهم باش غادي نبيعها، لان هاد 100 درهم غتكون بحال ثمن رمزي. ثمن رمزي يعني اللي شرح الناس يعني كيفاش ثمن رمزي. هاد 100 درهم اي واحد غادي يمكن ليه يشارك في ياخذ عمليه البيع. اي الطريقه ديال المشاركه؟ طريقه المشاركه يعني اي واحد غيشري شنو يفيرسي ليك؟ اي واحد غادي يشري ب 100 درهم، الطريقه هو انه غادي ياخذ واحد تيكيت. هذا التيكيت عباره عن فيرسمو في الحساب البنكي، وهذا التيكيت غادي الروسي اللي كاين عندهم، التوصيل اللي كاين عندهم اللي غادي ياخذ عنده، هو عباره عن تيكون فيه سيري رقم. هذا الرقم هو اللي غادي نعتبروه تذكره. يعني شنو غدير القرعه؟ نديروا القرعه، وهذا غادي يرسل بامكانه يجيب لي الا كان قريب، يرسل لي الروسي، ولا كان قريب يجيب لي الروسي في اي مدينه، في اي مدينه يتواصلوا معايا. غادي بامكانكم تتواصلوا معايا في الرقم الواتساب ديالي. و كيفاش يعني كيفاش اللي خلاك انك تبيع تفكر تبيعها ب 100 درهم؟ علاش تنفكر نبيعها ب 100 درهم؟ لانني كنت عرض الدار ديالي تقريبا هذه عامين سنتين، وما كانش كاين الركود ديال البيع. هو ما كانش اللي غيشريها، الناس تيجيو، جاو الناس سميتو تيجيو الناس يشوفوا، ولكن المشكله ما تيزعموش. شحال الثمن يعني الحقيقي ديال هذا الدار؟ الثمن الحقيقي ديال هذا الدار 300 مليون. 300 مليون، ولكن انت يعني دابا فقط تبيع ب 100 درهم. انا حاليا غادي الثمن غادي نبيع ب 100 درهم. الا كان ممكن تبسط للناس اكثر، لان ربما كاين الناس اللي مازال ما فهموش الفكره. يعني غيفيرسي، عاود لهم هذه القضيه. الفكره هو انه اي واحد في المغرب ولا خارج المغرب غادي يشارك معنا في هاد القرعه، هاد السحب، غادي يفيرسي ليا في الحساب البنكي. شحال يفيرسي ليا؟ يفيرسي ليا 100 درهم، ويحتفظ بالروسي ديالو، ويصورو ليا ويدير فيه الرقم الهاتف ديالو باش نهار السحب نسحبوه. يعني الا سحبنا الروسي ديالو هو اللي غادي يفوز بها. وشحال يكون مخلص؟ يخلص فقط 100 درهم، غادي يخلص 100 درهم كيف حال شرا الدار 100 درهم. يعني فقط 100 درهم، ما غيعطيش هذيك 300 مليون؟ لا ما غاديش يعطيها، هو خداها من خلال هذيك 100 درهم، هو فاز بها. يعني باش كيفاش يعني ربما يعني باش انك يعني انك ربما تشري فيلا يعني وتكسب دارك يعني في هذا الوقت 100 درهم ربما مستحيله. يعني مستحيله باش سميتو؟ فعلا مستحيله. واش ما كتشوفش ان هذه فكره ربما جنونيه في نفس الوقت؟ فعلا فكره جنونيه، هذا هو في كان المغزى هو الانسان نوع من المغامره. يعني انت مغامر وصافي ان شاء الله، وتنتوكلوا على الله. يعني اي واحد غادي يفوز بها ان شاء الله. امتى غيكون السحب؟ ان شاء الله من هنا راس السنه، من هنا لراس العام. راس العام ان شاء الله. هاد الناس اللي كانوا كيجيو عندك من قبل يعني واش ما كيعطيوكش الثمن ديال 300 مليون؟ الاغلبيه يبغيو يشريوها بالكريدي. الاغلبيه الناس تيبغيو يشريو هنا بالكريدي، وبالنسبه للبنكات حاليا ما تيعطيوش الكريديات، وبالنسبه للثمن تيبغيو الكريدي. ما تقدرش تعطيك 300 مليون، السومه تتبان لهم مع هذا الركود ديال الاختلاف. لكن انت ربما تبغي تبيع كاع الفيلا ديالك، واش ما بقاش عاجبك هذه البلاصه؟ هو بين عندي مكان اخر. يعني عندك دار اخرى في البلاصه؟ اه هي بينتقل.
النهار الاول جات شفت تي في صورات وشافت كلشي، شافت كلشي. باش علاش انا درت انا شوف تي في؟ باش تكون المصداقيه في كلشي، من الناس ساحبوا، ما يكونش حتى تما اي تلاعبات. وبالنسبه ان شاء الله الساحب غادي تكون حتى شوف تي في غادي تكون حاضره فيه، يعني على المباشر، على المباشر ان شاء الله. يعني انت ربما كتشوف لنا، يعني ربما اللي شارك، يعني الا شاركوا الناس بزاف، يعني تقدر الناس كيقول لي ربما انت هو الربح في هذه المسابقه. هو الربح يقدر يكون شحال من واحد، يقدر يكون انا، يقدر يكون الشخص اللي غادي ياخذها، اللي غادي ياخذ 100 درهم. 100 درهم الا ما جمعتيش، يعني الفلوس ديال الا ما شاركوش الناس بزاف، الصعب غادي يكون في الموعد ديالو. يعني واخا ما يكون، واخا يشاركوها جوج الناس، الصعب غادي يكون في الموعد ديالو ان شاء الله. واخا ما يشاركوش الناس بزاف، واخا ما يشاركوش الناس كلشي، يعني ربما فقط انت باغي تصدقها وصافي. ياو اللي في رزقه غادي ياخذها. قول الرقم ديالك للناس اللي بغا سميتو. الرقم ديالي على الواتساب 06 64 58 04 75. عاودة 07 64 58 04 75. واللي بغى يتواصل معايا يتواصل معايا على الواتساب، و تما غادي نوضح ليه اللي ما فهم، غادي نقدر نوضح ليه ونفسر ليه كلشي عن طريق الواتساب. ما تي باش ما تيزيد في المشاركه، هو تيزيد في الحدود ديالو، يعني تقدر تشارك ثلاثه د الخطرات. يعني هو التفكير ديالو، واش يقدر يشارك شحال من مره، يقدر يشارك وحده، المهم هو والحظ ديالو. يعني في اخر السنه، اخر السنه ان شاء الله غادي يكون الساحب، واللي رصات عليه، اللي رصات عليه الساحب ديالو هو اللي يفوز بها ان شاء الله. فقط 100 درهم، فقط 100 درهم. وصلت المبلغ ديال 300 مليون، وانا تنوعدكم ان شاء الله هو تكون غادي يكون البيع، غادي يكون السحب. يعني واخا تجمع 100 مليون غيكون السحب فيها، يعني غيكون السحب، وبالتالي ربما غادي تكون خساره بالنسبه لك. ما ان شاء الله ما تكون خساره. يعني انت ضامن بان غيكون مشاركه كثر ان شاء الله، وتنتوقع ان شاء الله يكون مشاركه اكثر. يعني ماشي فقط الناس ديال اكادير، الناس اللي يتمنوا ربما القرعه مفتوحه، مفتوحه بالنسبه المفتوحه لجميع المدن ديال المغرب. اي واحد في المغرب بامكانه يشارك، اي واحد في الخارج المغرب، الجاليه المغربيه يقدروا يشاركوا فيها. يعني فقط الثمن، فقط 800 درهم هو الثمن ديال التذكره، والثمن ديال السحب، وبامكانه يفوز بها. فقط 100 درهم يقدر يربح الدار، 100 درهم يربح فيلا، ربما فيلا ما عمره كان حلم. بالنسبه للفيلا، هذه الفيلا تتكون المساحه ديالها من 280 متر، والطابق تحت الارضي، والطابق الاول والطابق الثاني، هذا وكيما وجرده.